ده عني وعن ابني. حلو، وشو هو الحل بقى؟ بتفوتي هلا لعند بتفحصيها بتشوفيها ايش كان حبلي ولا لسه ما حبلي. ايوه طيب، واذا طلعت مو حبلي شو بدك تعملي؟ بتقولي لها انها ما بتجيب اولاد، وبعدين بتعملي لها عمله ما تخليها تحبل كل عمرها. شلون هي بقى؟ والله ما فهمت عليكي. شو بنعم عزمي؟ انا بدي اعلمك. ما بدي اياها تشوف الخلفه كل عمرها. ايوه هلا فهمت عليكي شو بتقصدي. يعني انت بدك اني اعمل لها عله مشان ما تجيب اولاد ويطلقها ابنك، ما هيك؟ ما بدي اياها عندي، ماني مخليتها عندي والسما زرقاء. ايه طيب يا خانم، وان طلعت حبلة شو بدك تساوي؟ يلا الولد لازم ينزل معزمي، اوعك. ها اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي ردها محفوظه بالقلب. ايه قولي ان شاء الله، قولي ان شاء الله. آمين. يا رب ما تطلع حبلي يا رب. شو شايفتك قاعده لحالك بهيل؟ مش حماتي بينقعد معي يا عم حسن؟ هي اللي بينقعد معها، وصدقيني بتحبك مثل ما بتحب ابنها بالضبط. قال بتحبني يا عم. شوف انا لو ما كانت بتحبه ما كانت قالت لي قومي شوفي لي كنتي وكشفي عليها وشوفي ان كانت حبله ولا لا. شو عم تحكي ام عزمي؟ لك ايه، وقالت لي شوفك ان كنتي مالك حبله لحتى اوصف لك دواء لحتى تحبلي بسرعه. شو عم تقولي انت؟ صدقيني صدقيني حماتك ما في منها، بتنشرب مع المي العكره. ايه بس والله ما بتتصدق. لك اسكتي بقى وسدي لي هالحلق وتلقحي خليني اشوف شغلي. يلا ها يلا. قاضي محمد عم تحكي عن جد؟ ايه والله ابن عمي، ليش ما عم تصدقني؟ عم اقول لك اليوم اجت الداية وفحصتني وعطتني دواء للحبل. يا برني الله، يعني بده يصير عنا ولد لك بهي؟ بده يصير عنا ولد؟ ان شاء الله يا رب. لك ان شاء الله بتقبري. ابن عمي بس الولد عنده طلبات كثير، يعني انت بدك تأمن له كل طلباته من الطربوش للبابوش. تأمري انت وياه، وشو طلباته بقى ست بيي؟ يعني بده مصاري ابن عمي، بده مصاري كتير، وانت لا امك ولا ابوك عم يعطوك وشغل مثل العالم والناس ما عم تشتغل. ايه الله كريم بهي، الله كريم. ابن عمي الله كريم ما اختلفنا، بس اسعى يا عدتي لا اسعى معك. طيب نعمل